مساحة الشغل حقنا 5 كيلومتر مربع، فلا أستطيع الدخول أو الخروج إلى منطقة أخرى، وسبب غلاء البترول من ناحية وكثرة الزحام ووجود الدراجات النارية بشكل كثير، وأنا لما أطلب المشوار ب2000 أو 3000 ريال صاحب الموتور بيشيله ب500 ريال. طبعا الموتور يتجاوز المليون، التاكسي تتجاوز 3 مليون 4 مليون، اما الموتور يعني حاجه رخيص نقدر يعني نشتريه، وبسبب ظروف المعيشيه الزبون لا يقدر ان يعني يركب تاكسي ب 4000 5000، اما يعني يركب لك موتور ب 500 ريال يتجاوز 500 600 700. صاحب التاكسي طبعا الحرب اثر عليه كثير جدا، لانه بغلى البترول غلى الديزل، فصعب انه مثلا ياخذ لك دبه ديزل او بترول وما فيش معه حق قيمه الديزل، فاثرت عليه خصوصا لما يكون صاحب التاكسي ما فيش معه مهنه غير التاكسي حقه، فاثرت عليه خصوصا لانه صاحب التاكسي فتح اسره عنده اطفال عنده عائله، من فين بيجيب لهم حق يعني حق مصاريف الأسرة مصاريف الدراسة مصاريف البيت. وبالنسبة للطالب برضو نفس الحكاية أثرت عليه الحرب، بدل ما يأخذ تاكسي مثلا ب500 ب600 الدبابة أخرج له 200 ريال وأخرج له من التاكسي، هذا طبعا أتمنى أنه يكون في حل أصحاب التكاسي يكون معهم مثلا مهنة يحب هذا.